الاستاذ زهير انهى مرافعته كدفاع مطالب بالحق المدني، كانت اخر مداخله التي لم يكمل كالعاده الا بتدخلات المحكمه لايقاف تصرفات دفاع المتهم بمقاطعته بشكل متكرر، وتدخلات الزملاء في الضفه الاخرى، واتهام دفاع الطرف المدني بعدم احترام الدين وعدم احترام الله، وكانهم يريدون ان يحولوا الان الصراع الى صراع ديني، اي وضع صراع قانون وصراع مواقع وصراع ديال الاطراف متنازعه. سيبدا السيد الوكيل العام ب سرده للوقائع بدقه، سرد الوقائع لكل ضحيه على حده، تكلم عن كل ضحيه وبين الجرم المرتكب في حقها، وبين كذلك وسائل إثباته. تكلم عن ضحية نعيم الحروري بتفصيل، تكلم كذلك عن خلود، وبالضبط أن خلود ونعيمة يعني كان عندهم يعني الشجاعة، وبفضل هاتين الضحيتين أنه الضابطة القضائية فتحت عينها على حقيقة ما يجري، بعد ما كانت واحد شكاية أخرى ضد مجهول، كتقول واحد صحفي مشهور وما قدرتش تقول سميتها إلى آخره، ولكن مورا هاد الشكاية هادي و يعني وبالتزامن مع الضغط الذي كان يمارسه المتهم على نعيم الحروري وخلود في نفس الآن، وهاد الوقائع حنا جبدناها كدفاع الطرف المدني، جبناها في التفصيل، يعني بينا كيفاش انه الوقائع ديال الاتصالات اللي هي مثبوته، اللي تيقول حتى توفيق بوعشرين نيت في التصريحات ديالو، داكشي مثبوت، حتى دارت الشكايه ديالها نعيم الحروري، وحتى دارت الشكايه ديالها خلود. نبدا بهم بجوج مول الاولى وذكر التفاصيل، ومن بعد انتقل لحلاوي، ومن بعد كذلك انتقل لساره المرس، ومن بعد انتقل كذلك إلى ملحاف، والآن المحكمة دارت استراحة، ومن بعد غيدخل باش غيتكلم على الضحية مشكور. إذا فهاد الحالات كلها تتكلم على تناسق ديال الضحايا في الكلام ديالهم، وتيبين بأن المتهم تيمارس عليهم ديك الممارسات بنفس الطرق، اللي مختلف فقط وان كل وحده كيفاش كيضغط عليها، دي اللي خدامه عنده عارف لها مشاكلها، تيدير لها المشاكل في الخدمه بحال الخلود في الخدمه وداك الشيء، ويعرقل ليها ويصيفط ليها مستخدمه عنده باش تضغط عليه. بالنسبه لنعيمه الحريري استدرجها، و كاين يعني كاين عند الاستدراج، وكاين استعمال العنف في الاغتصاب. اذا بالنسبه للملحف عاود عندها ظروف ديال اخرى، ولكن كلهم عندهم ديك عنده ديك الاسلوب ديال انهم ملي كيدخل الباب في التوقيت تيخرج كيشوف واش مشاوش، كيدخل وكيسد وكيبدا داك الاجراءات ديالو. اذا هذه كلها ومن بعد تكلم كذلك على مسائل التقنيه وسائل الاثبات الماتريال، تكلم عليه بواحد التقنيه عاليه وبتفصيل كذلك، وبين بانه هذاك الشيء ديالو وان التسجيل كان ديالو وخرج من عنده كله، والان غيدخل دابا الان باش غادي يناقش النصوص القانونيه بعد ما يسالي الحالات، غيتكلم في المرحله الثالثه على مدى مطابقة النصوص ديال المتابعة مع هذه الوقائع هذه، بعد ما حط وسائل الإثبات سواء التي نوقشت أمام المحكمة أو اللي كاينة في المحضر أو اللي كاينة في وسائل الإثبات الأخرى الماتيريال. وشكرا.